البواعي في اللي فات قصائد زينات طولات، وقال مملك هو احداث البصري واليدالي، وابن زهير على مرات ابدع في المدح المثالي، وانا نبغي نحكم وطيات القوم وفيها متوالي، كان نمدح سيد السادات ذاك المدح شاطئ البالي، لمين اللي مول الخصلات الزينه ومول المعالي الكبار ومول المقامات دقداق الكايز المحالي، مول الشفاعة على قفات على الانبياء، يلا لي يتولاها واحد بيات يشفع عند المتعالي. وانا السابق مفات وفات، وانا السابق مفات وفات افعالي هي واقوالي، واختي رسمي دار السير بينات القوم التزهالي، البراعي وابن زهير والبصير واليدالي. ان شاء الله.